فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بروين ومحرز تضع كتيبة المدرب بيب غوارديولا في وضعية ممتازة، وبالتالي على المستوى المعنوي والذهني فبيب غوارديولا يعرف أن المباراة سيلعب بارتياح، لكن بالمقابل حسابيا الأمور لم تنتهي بعد، كما قال نيمار جونيور الذي صرح أكثر من مرة بأننا سنذهب لنقاتل وسنذهب لندافع عن حظوظنا من أجل الوصول الموسم الثاني على التوالي إلى موقعتي النهائية بإسطنبول التركية، بعدما لعب الفريق البارز مباراة النهائي لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي. الصور على الغائب الكبير والنجم الكبير كيليان مبابي، لم تتح له الفرصة لأن يدخل كأساسي، وهذا الأمر ربما كان متوقعا خاصة بالنسبة القريبين من محيط نادي باريس سان جيرمان، كانوا يتوقعون بأن كيليان مبابي لن يبدأ أساسيا اليوم، لأنه فعلا وجد صعوبات كبيرة في آخر ميران. ولو أن كيليان مبابي تدرب لوحده بعيدا تماما عن المجموعة وبعد التقييم الطبي وكذلك نظرة المدرب، فلم يشأ المجازفة بكيليان مبابي وسلامة كيليان مبابي مع بيب غوارديولا. اليوم قام بتبديلين، واحد على الجهة اليسرى والثاني على مستوى وسط الميدان. نتكلم عن زينشينكو اليوم في الجهة اليسرى، ونتكلم عن فرناندينيو اللاعب ووكر رقم 2 ستونز، 5 رومان دياس، رقم 3 فرناندينيو، 25 غوندوغان، رقم 8 دي بروين، 17 زينشينكو، رقم 11 برناردو سيلفا، 20 فيل فودن، 27 ثم الجزائري. نتكلم هنا عن رياض محرز، بينما الحكم بينما خروج رائع بالكره، اللمسه عن خيل دي ماريا، يمشي واحد بيب، وهو الذي قال باننا سنلعب بطريقه اخرى، يحاول المرور وفيها خطا، ترجع مره اخرى لعبد ديالو، خطيره وفيها ركله جزاء، فيها ركلة جزاء يا بيونيا كوبيرس. نعم الحكم لم يتردد ولو للحظة في الإعلان عن ضربة جزاء بعد لمسة اليد، الهولندي كان قريبا والهولندي صفر، يمنح ركلة جزاء لإعادة مرة السيتي على مستوى الأرض، ممكن جول ولا زالت موجودة الفرصة، جول رياض محرز يعود من جديد، فعل رياض، عاد رياض ليسجل ويمنح الأسبقية للسيتي كما فعل في مباراة الذهاب، هو يعاود الكرة مرة أخرى، يا من انطلاقة وأي انطلاقة للسيتي، 2-1 في Ой, понимаешь, а, так, сейчас майки, а, так, все, микс, чё? Head toward this point. I got supplies.